أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. وافق مجلس الوزراء على إحالة مشاريع 4 مدن سكنية جديدة إلى شركات أجنبية ومحلية مختصة، وهي مدينة الجواهر في العاصمة بغداد، والغزلان في نينوى، والجنائن في بابل، وظيفة في كربلاء. إلى ذلك أشار السيد الوزير إلى أن المدن السكنية جاءت باستراتيجية جديدة، وهي الحصول على نسبة من الوحدات لصالح الدولة لكي توزع على الفئات التي لا تستطيع الحصول على وحدات سكنية بالإيجار أو الاستملاك. كما جاءت هذه المدن باستراتيجية جديدة، وهي الحصول على نسبة من الوحدات السكنية لصالح الدولة حتى توزعها على الفئات اللي لا تستطيع أن تحصل على وحدات سكنية، سواء كان بالإيجار أو الاستملاك. وهذا يحدث لأول مرة في العراق، سواء بناء مدن جديدة أو فرض نسبة من الوحدات السكنية لصالح الدولة. وستكون هناك مدن أخرى في المستقبل القريب في محافظات أخرى وحتى في بغداد. المرحلة الأولى شملت بغداد والموصل وكربلاء والحلة، والمراحل الأخرى ستشمل جميع مدن العراق، كما ستكون هناك مدن في بغداد أيضا، مدن أخرى باتجاهات مختلفة. هذا كله يأتي في إطار التخفيف من أزمة السكن والتوجه نحو بناء مدن حضارية تليق بالمواطن العراقي وبالعراق. أشكر المواطنين المتعاونين لتنفيذ مشاريع الوزارة، سواء بالمدن السكنية أو مشاريع فك الاختناقات أو استكمال المشاريع المتوقفة أو المتلكئة والمستمرة منذ عدة سنوات، واللي يبلغ عددها أكثر من 300 مشروع. شكرا جزيلا للجميع. ولتفاصيل أكثر بشأن مشاريع المدن السكنية التي أحيلت للاستثمار نتابع التقرير الآتي. في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عقود، وافق مجلس الوزراء على إحالة 4 مدن سكنية جديدة إلى الاستثمار في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة بالبلاد منذ عقود. المدن السكنية الأربع تضمنت مدينة الجواهر الجديدة في منطقة أبو غريب معسكر طارق سابقا غربي العاصمة بغداد، بمساحة 7121 دونما، وعدد الوحدات السكنية 29,500 وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء بمساحة 3500 دونما، وعدد الوحدات السكنية 21,000 وحدة سكنية، ومدينة الغزلاني معسكر الغزلاني سابقا بمحافظة نينوى بمساحة 4700 دونما، وعدد الوحدات السكنية 28,200 وحدة سكنية، وإنشاء مدينة الجنائن بمحافظة بابل بمساحة 2000 دونم، وعدد الوحدات السكنية 12 وحدة سكنية. أعلن صندوق الإسكان العراقي التابع للوزارة إطلاق التقديم الإلكتروني لقروض الصندوق لبغداد والمحافظات كافة بتاريخ 15 من تشرين الأول الجاري، ويستمر التقديم لحين نفاذ الحصة المقررة لكل محافظة. ونبقى في ملف الإسكان، حيث أنجزت الوزارة 64% من مشروع مجمع أبو رمانة السكني في محافظة ميسان بواقع 522 وحدة سكنية. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا مدير المشروع يوسف عبد الأمير عباس. نعم، مشروع مجمع أبو رمانة السكني في محافظة ميسان يتألف من 58 عمارة ذات ثلاث طوابق، كل طابق 9 شقق بمجموع 522 شقة، بالإضافة إلى وجود مباني خدمية في المشروع متمثلة بمدارس متوسطة عدد 2 للبنين والبنات، ومدرسة ابتدائية وبناية روضة، بالإضافة إلى المركز الصحي والسوق المركزي، بالإضافة إلى وجود جامع لأهالي المجمع. نعم، نسبة الإنجاز الحالية في المشروع البالغة 64%،
إن شاء الله موعد تاريخ إنجاز انتهاء المشروع في نهاية العام القادم في 31/12/24. كما تستمر الوزارة تنفيذ مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان بواقع 708 وحدات سكنية. ولمعلومات أكثر ينضم إلينا مدير المشروع آير حاتم عودة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شركة الفصول الأربعة للبناء والاستثمار، الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان. المشروع يتكون من 708 بيت بحجمين 200 متر و300 متر مع 16 منشأة خدمية، بناء عالي الكلفة. نسبة الإنجاز حاليا 23% والعمل قائم على قدم وساق، وإن شاء الله نسلم المشروع بالمدة المحددة. ومن المجمعات السكنية إلى مشاريع الطرق، حيث أنجزت الوزارة 92% من مشروع طريق عمارة منفذ الشيب الحدودي، وهي نسبة تتجاوز المخطط لها والبالغة 72%. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس المقيم علي فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الممر الثاني لطريق عمارة الشيب المنفذ الحدودي، وهو من المشاريع الاستراتيجية المهمة وضمن خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في إنشاء الممرات الثانية للطرق الرئيسية وخاصة طرق المنافذ الحدودية. هذا الطريق هو عبارة عن إنشاء ممر ثاني للطريق القديم يربط المحافظة والبلد ككل بالمنفذ الحدودي مع الجارة إيران، ويتألف المشروع من شقين: أعمال الطرق والرمبات بالترابية والحصى الخابط وأعمال التبليط والتخطيط والعلامات المرورية، والشق الثاني هو المجسرات، وهي عبارة عن ثلاثة مجسرات، مجسرين وجسر يعبر على نهر غزيلة. أنجزت الوزارة صب 291 ركيزة من مشروع مجسر تقاطع البتيرة الذي سيعمل على فك الزحامات المرورية في المنطقة الغربية لمدينة العمارة. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا مدير الموقع مصطفى خولي. أهلا وسهلا بكم في مشروع مجسر تقاطع البتيرة في محافظة ميسان. المشروع يتكون من الجسم الأساسي للمجسر إضافة إلى أربع منحنيات بالإضافة إلى محطة رفع المجاري. نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 37% والعمل جاري حاليا على إنجاز باقي التفاصيل. العمل حاليا متوجه لإنجاز الجدار الساند سي والجدار الساند دي لإتمام الرمب الأولى من جهة العمارة في المجسر، إضافة إلى أن أعمال الأعمدة متاحة بانتظار مصادقة على المخططات والمناسيب لإكمال باقي فقرات المجسر والبدء بالبوكس جيردر الأساسي للمجسر. في الختام، تابعوا منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. تقبلوا مني أطيب التحايا وإلى اللقاء.